عمر سعيد ملكي والشفاء العاجل للجرحى. للأصيل في دستور سوريا ولم يدخر جهدا ضئيلا هذه السنوات في إعلاء شأن القضية السوريانية والسورية في المحافل الدولية. كحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب الاتحاد السورياني وباقي الأخوة الذين شاركنا معا في مسيرة النضال من أجل تحقيق النظام الديمقراطي في شمال سوريا، قمنا بتحقيق الإنجازات العظيمة وقدمنا العديد من التضحيات، واليوم حققنا الكثير بفضل تضحيات شهدائنا وبفضل النضال الذي قمنا به معا من اجل تحقيق النظام الديمقراطي على الارض. رغم ذلك التحديات كبيره، ومن جملة هذه التحديات ما تقوم به الدولة التركية وما تقوم به باقي الدول المؤثرة في الوضع في سوريا. الدولية كما حدث في عفرين وجرابلس وإدلب، وأن تسمح بدخول دول أخرى إلى هذا البلد. إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية نطالب المجتمع الدولي المتمثل في مجلس الأمن والأمم المتحدة